انطلقت أعمال القافلة الطبية بقرية أم الحويطات جنوب سفاجة بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج على 179 حالة، وذلك بمختلف التخصصات الطبية. تضم القافلة عيادات الجراحة والبطنة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد، وأيضا معمل الدم والطفيليات وصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية التي يتم صرفها وذلك بالمجان للمواطنين. كل شيء بناخده بالمجان، سواء بنكشف ضغط، بنكشف سكر، بنكشف قلب، وبناخد كل علاجنا بالمجان. وبنشكر القيادة السياسية على اهتمامها وتوعيتها بالصحة للمواطن في جمهورية مصر العربية. جيت القافلة بناخد العلاج مجاني، ونشكر حياة كريمة.